لما وقعت الأحداث ديال سبتمبر وقام وقع في المغرب، كانت هناك دائما سفارات تتحدث وتجول وتجمع هذا الذي وقع في المغرب وتفجيرات وكذا في الدار البيضاء وكذا. من سببه؟ وكانت تتحرك. أنا في وجدة جاني السفير الأمريكي وطاقم كبير ومرعب كيجي مع سميتو الوسائل اللي معاه وكذا والسيارات. قال لي نطرح عليك سؤال، شكون تصور زعما هو اللي دار هاد الاحداث ديال 16؟ قلت انا نعرفه. انت ما تعرفوش انا نخلع. كيفاش تعرفوا انت؟ نعرفوا. قلت له اللي دار هاد الشيء هو الذي اغلق القرويين. فتشوفوا هو اللي اغلق القرويين درنا هاد الشيء. اما ما كان عندنا علماء ما كنا نفعل شيء من هذا، ولا كان اي شيء من التوتر يقع، ولكن حينما احلتم الناس على الفراغ فهذا نتيجه الفراغ. احنا كنا امه تسير بالعلم. هؤلاء الذين الان يقال عنهم انهم فعلوا وفعلوا، هل يوجد واحد منهم ينتسب الى العلم الشرعي؟ لا، لهم عاطفه ولكنها عاطفه ليست مسنوده الى العلم، ولذلك قد يفعلون كل شيء من الاخطاء. فلذلك الحمايه الان حتى الذين يتحدثون عن الان ايقاف العنف والارهاب، يجب ان يوقف العنف والارهاب بالتمكين للعلوم الشرعيه. اما اللي خاف من العلوم الشرعيه هذا يسير عكس التيار.